حيوان الضبع هو أحد أنواع الحيوانات الثديية التي تنتمي لعائلة الضبعيات، ويمكن التعريف عنها بأنها من الأنواع الثلاثة من الحيوانات آكلة اللحوم الخشنة والمكسوة بالفرو، وتوجد في قارة آسيا وقارة إفريقيا، وتتميز بعاداتها في جمع المخلفات أي أكل الحيوانات الميتة من المخلفات، كما تتميز أيضا بأنها تمتلك يدين طويلتين وعنق قوي وكتف قوي جدا لتمزيق الفرائس وحملها، بالإضافة لامتلاك الضبع أقدام لا تتعب، فإنه يتميز بنظره الثاقب والسمع القوي جدا وحاسة الشم التي تمكنه من تحديد موقع اللحوم، وبالتالي فإنه يعد صائدا بارعا، كما تتميز جميع أنواع الضباع بأنها أقصر أو أقل نشاطا أثناء الليل حسب نوعها. وأتحدث إلى حضراتكم من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم عن موطن حيوان الضبع حسب نوعه، وعن غذائه، وعن سلوك هذا الحيوان المتوحش، وأيضا نتحدث عن مدى خطورته على الإنسان، ونتحدث عن معلومة قرأتها لأول مرة وربما لا يعرفها الكثيرون، وهي لماذا لا يتم دفن الضبع عند موته إلا في وجود الشرطة وعمل محضر قضائي قبل الدفن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو عن الضبع، ومعلومة لأول مرة قرأتها، وهي لماذا لا يتم دفن الضبع إلا بوجود الشرطة ومن خلال محضر قضائي. هناك معلومات عن هذا الحيوان قد تكون سمعتها لأول مرة، فعند موت الضبع يتم دفنه وفق محضر شرطة وبحضور عدد من ضباط الشرطة أيضا، ولكن يا ترى ما هي الأسباب لذلك؟ يقال أن الضبع قد يصل ثمن جلده إلى 50,000 دولار، لأنه يستعمل لتهريب المخدرات، حيث أن أشعة الماسح الضوئي لا تخترق جلده، فسبحان الله، وأن أجزاء من مخ الضبع تستخدم في السحر الأسود، لذلك هو مطلوب من السحرة وبكثرة. ويقال أيضا أن الترياق أو الأكسير المستخرج من عصارة مخه يؤدي إلى الجنون التام وللأبد. ويقال أيضا أن بول الضبع أو جلده أكثر شيء تخافه الكلاب، أما الحمار فيموت من شدة الخوف عندما يشعر باقترابه منه، فسبحان الله. ومعلومة أيضا أن الضبع يطلق رائحة تؤثر على المخ تجعلك تتبعه دون إرادتك، ويقوم بقتلك عندما تكون وحيدا. أما عن موطن حياة الضبع، فيعتمد موطن حيوان الضبع على نوعه، حيث توجد أنواع كثيرة، وهي الضباع المرقطة أو المنقطة، والتي تعد أضخم الأنواع حجما بين الفصائل الأخرى، والضباع البنية وهي ثاني أضخم الفصائل، بالإضافة إلى الضباع المخططة وذئب الأرض التي تعد الأصغر حجما بين الفصائل الأخرى. وتعيش هذه الفصائل في أماكن كثيرة من العالم، فالضباع المرقطة أو المنقطة تنتشر في حدود كبيرة نسبيا، وتعيش في صحراء إفريقيا على وجه التحديد، وتعد من الحيوانات المفترسة الأكثر انتشارا. أما الضباع البنية فتتميز بأنها تمتلك انتشارا محدودا جدا، حيث أنها تعيش في جنوب أفريقيا ومنها في صحراء كالهاري. الضباع المخططة بتتميز بأنها الأكثر انتشارا مقارنة بالأنواع الأخرى، وتعيش في الشمال والشمال الشرقي في قارة إفريقيا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وقارة آسيا امتدادا إلى شمال سيبيريا. أما عن ذئب الأرض فيوجد مجموعتان منه مستقلتان من هذا النوع، تعيش إحداهما في جنوب زامبيا وأنغولا وموزمبيق، بالإضافة إلى شمال أوغندا والصومال. أما النوع الآخر فيمتد من وسط تنزانيا وإثيوبيا والسودان ومصر. وعن غذاء حيوان الضبع، بيتميز أنه أحد الحيوانات المتوحشة آكلة اللحوم، وبالتالي فإنه يصطاد ويتناول اللحوم، كما يتميز بأنه يبحث في المخلفات، أي أنه يتناول اللحوم من الحيوانات التي قد تكون ميتة سابقا، وتعيش الضباع بجانب الأسود، وبالتالي فإنها تتناول الطعام الذي تتركه الأسود خلفها في بعض الأحيان،
ويتميز حيوان الضبع بامتلاكه فكا قويا، وهذا ما يساعده في قتل الحيوانات للحصول على الطعام، كما أنه يتغذى على الحيوانات الكبيرة كالحمار الوحشي والظبي، بالإضافة إلى الطيور والأسماك والأفاعي والثعالب والبيض والحشرات والسحالي. كما تقوم الضباع بتخبئة الطعام الزائد في الحفر المائية في بعض الأوقات، وتتناول جميع أجزاء الفريسة بما فيها العظام والحوافر. أما ذئب الأرض فيتميز بأنه يأكل الحشرات ويتغذى على النمل الأبيض فقط، حيث يمكن أن يأكل هذا النوع 30,000 نملة بيضاء في اليوم الواحد. أما عن سلوك حيوان الضبع، فتنتمي الضباع إلى كل من الكلاب والقطط، على الرغم من أنها تشبه الكلاب بشكل أكبر. وبالإضافة للتصرفات التي يسلكها هذا الحيوان في محاولاته للحصول على الغذاء وقتل الفرائس، فإنه أيضا يتميز بالعديد من السلوكيات والخصائص المعيشية. وفيما يلي نقدم لحضراتكم بعض هذه السلوكيات المختلفة. أولا، تتميز الضباع بأنها اجتماعية بشكل كبير جدا، وتعيش في مجموعات تسمى القبائل، وقد يصل عدد الأعضاء في القبيلة الواحدة إلى 80 ضبع. ثانيا، تتميز إناث الضبع المرقطة أو المنقطة بأنها أكبر حجما وأكثر عنفا وتسلطا في القبائل، حيث تحصل جميع الإناث على مكانة أعلى من الذكور في القبائل. أما إناث الضباع البنية والمخططة وذئب الأرض فتخضع للسيطرة الذكورية في القبائل. ثالثا، بتلتقي الضباع للتزاوج خارج القبيلة، حيث تتزاوج ذكور وإناث الضباع بعد عدة أيام من التودد لبعضها البعض، وتضع أنثى حيوان الضبع عددا من صغار الضباع يتراوح ما بين صغيرين إلى 4 صغار بعد فترة الحمل التي تبلغ 3 أشهر، ويطلق على الصغار اسم الأشبال. رابعا، تتشارك إناث الضباع برعاية الصغار في القبيلة، كما قد يقوم أعضاء القبيلة الآخرين بإحضار الطعام إلى وكر الأشبال. خامسا، تبقى عيون الأشبال مغلقة لفترة زمنية تتراوح ما بين 5 أيام إلى 9 أيام من الولادة. تستعد الأشبال لمغادرة الوكر بعد 2 أسبوع، على الرغم من اعتمادها على حليب الأم ل6 أشهر قادمة، ورعاية أيضا لمدة عام. وتكون هذه الأشبال قادرة على ترك الأم بعد 2 سنين، وتمتد فترة حياة الضباع ما بين 10 سنوات إلى 21 سنة. سادسا، تتميز الضباع المخططة بأنها تبحث في المخلفات بشكل مفرد وليست في جماعات، ولكنها لا تبتعد أكثر من 9 كيلومترات عن حفرة الماء. سابعا، يتميز ذئب الأرض بأنه حيوان ليلي، غالبا ما ينام خلال النهار. أما عند وصول الشتاء تتغير عادات هذا الذئب، ويبدأ في المطاردة في النهار والنوم ليلا للمحافظة على الطاقة. ثامنا، يمكن تحديد عمر وحالة الضباع المرقطة من خلال صوت الضحك. والآن نتحدث، هل بتعتبر الضباع خطيرة على الإنسان؟ بيعد حيوان الضبع أحد أنواع الحيوانات التي تشكل خطرا كبيرا جدا على الإنسان، حيث أن هذا الحيوان يتميز بانتمائه إلى مجموعة من الحيوانات المفترسة الخطيرة، كما أنها قادرة على مهاجمة وقتل حيوانات كبيرة بنفسها. بالإضافة إلى ذلك، تتمكن الضباع المرقطة أو المنقطة من قتل 95% من الفرائس التي تستهلكها. ولا يجب تعميم فكرة البحث عن الطعام في المخلفات على جميع أنواع الضباع، حيث تطبق هذه الحقيقة بشكل أساسي على الضباع المخططة فقط، الأمر الذي يجعل حيوان الضبع من الحيوانات الخطيرة جدا على الإنسان، كما أنها قد تعطي انطباعا أوليا بأنها ضحية. وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكن بعض البشر من بني الإنسان من بناء علاقات قوية مع الضباع، حيث يوجد ما يسمى برجال الضباع، وهم أعضاء عائلة يتم تدريسهم كيفية صيد وتدريب الضباع، ويعتمد هؤلاء الأشخاص على هذا العمل لكسب المال عن طريق تطبيق الحيل الخاصة بهم على الضباع المسجونة في الأقفاص. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن حيوان الضبع وأنواعه، وعن غذائه وسلوكه أيضا المتوحش، وأيضا على مدى خطورته على الإنسان، ولماذا لا يتم دفن الضبع عند موته إلا في وجود الشرطة وعمل محضر قضائي قبل الدفن. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.